السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدلي بهذا البيان نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، بالإضافة إلى بلادي سلطنة عمان. وأود بداية أن أضم صوتي للبيان الذي أدلي به للتو ممثل المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية في نيويورك، وأهنئكم وبلدكم الصديق البرازيل على رئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر. لكم كل التوفيق والسداد لتسيير أعمال المجلس بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، وبما يعزز من مكانة القانون الدولي ومصداقية هذا المجلس، اتساقاً مع المقاصد النبيلة والأهداف السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. سعادة الرئيس، السيدات والسادة المحترمين، اجتمع مجلس الأمن منذ أيام للنظر في تطورات الأوضاع تحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة، ولاتخاذ خطوات وتدابير عملية وملموسة تحفظ الأمن والسلام وتحقن الدماء. لكن للأسف لم يتسنى لهذا المجلس أن يتخذ أي موقف، والنتيجة هو مزيد من القتل والتدمير والعقاب الجماعي وأرواح بريئة تساق، وهو وضع للأسف ليس بجديد، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، حيث أنه على مدى 75 عاما وهذا المجلس المفوض من قبل المجتمع الدولي لم يتمكن من إيجاد حل دائم وشامل وعادل لهذه القضية، حل يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما في ذلك القرارات الصادرة عن هذا المجلس، وفي مقدمتها القراران 242 و338. ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بجديد، والنتيجة ضحايا من الجانبين وحالة عدم استقرار وغياب للأمن، والسبب في ذلك هو ازدواجية المعايير والتي دفعت إسرائيل إلى تجاهل هذا المجلس وقراراته مرارا وتكرارا، وارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي وضع ثقته في المجتمع الدولي وفي هذا المجلس لتوفير الحماية اللازمة له. مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن 500 شهيد، أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ وطواقم طبية، ومئات الجرحى والمصابين الأبرياء، لهو تصعيد خطير يهز مشاعر العالم. أوليس هذا انتهاكا وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 49؟ أوليست إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وهي ملزمة بحماية المدنيين وقت الحرب؟ أوليس المهول من البشر وتمزيقهم أشلاء أمام أعيننا عملا إجراميا وإرهابا وخرقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني؟ اسمحوا لي أن أشير هنا إلى ما ذكره المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان حول أن ما أسقطه الجيش الإسرائيلي من ذخيرة على قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية توازي شدتها ربع قنبلة نووية، وإن إسرائيل تقتل 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في هجومها المتواصل على قطاع غزة، وإن هذه الجولة من الغارات المستمرة تسببت في تدمير أكثر من 17,000 مبنى سكني ونحو 87,000 وحدة سكنية، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقرا إعلاميا و18 مسجدا
و165 منشأة صناعية، والأعداد في تزايد. إذا لم يكن هذا انتهاك ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، فإننا نسألكم ما الذي يعد انتهاكا؟ ومتى سيتحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين أمام